طيب، مساء الخير جميعا. انا مجاهد سنجاق وباسم شركه بوريا حابين اليوم نقدم هذه الويبينار اللي هي بعنوان ديجيتال شيد سيلكشن واي اند هاو. الدكتور محمد ابو الحاج راح يكون المحاضر اليوم. الدكتور محمد ابو الحاج، خلينا نحكي اللي تعرف عليه واللي بيعرفه، هو دكتور متخصص في الشيد، هو ممبرشيب عنده في كلية الأسنان في رويال كوليج اوف دبلن، كونسلتنت في البروستودونتكس اند امبلانتولوجي في الامريكان دنتال بورد. دكتور محمد ابو الحاج، بصراحة يعني انا عن نفسي شهادتي مجروحة فيه في موضوع الشيد ديتكشن اللي راح يعرفنا عليه اليوم. بتمنى للجميع محاضرة ممتعة ومفيدة. المحاضرة اليوم برعاية شركة بيك ميديكال، الوكيل الحصري للجهاز في مصر، اللي بنتمنى الجميع يتواصلوا معهم in case في further information، أسئلة ممكن تكون مفيدة. أنا مجاهد سنجاق بحييكم وبتمنى لكم محاضرة ممتعة. تفضل دكتور محمد، معك. السلام عليكم، كيف الحال جميعا؟ أولاً حابب أشكر حضراتكم على تشريفكم لنا النهاردة في المحاضرة. أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي محمد الصبري، مدير عام شركة بيك ميديكال. شركتنا متخصصة في تجهيز عيادات الأسنان في مصر. كان لنا شرف كبير بالتعاون مع شركة بوريا أن احنا نبقى وكيل حصري ليهم للـ Innovative Shade Matching Solution بتاعهم Ray Plicker. احنا قدمنا الحمد لله للسوق المصري بالفعل في أول السنة دي في يناير 2021. كانت يعني في دعوة كريمة من الشركة ومن الدكتور محمد أبو الحاج إن هم يشرفونا بالمادة العلمية الجميلة اللي هيشرحها لنا النهاردة. بنشكرهم جدا جدا على المجهود وعلى الوقت، وشكر خاص للدكتور محمد وأستاذ مجاهد على المجهود المبذول للتنظيم، واستمتعوا بالمحاضرة وإن شاء الله تكون مفيدة لكم جميعا. شكرا جزيلا. دكتور محمد، تفضل. السلام عليكم جميعا، يعطيكم ألف عافية. First of all, I would like to thank Pierre, Margo and Mr. Mujahid for this kind invitation, and I hopefully can clarify, simplify and convey the message of digital shade matching selection. This is the only two sentences with English and I will continue Arabic. يعطيكم العافية جميعا في الوطن العربي جميعا، في مصر وفي الأردن وفي كل مكان. نتكلم اليوم عن digital shade matching selection, how and why. أوكي. أي شخص بأي أي حالة عنده أي سؤال ممكن يبعث السؤال في أي لحظة، وإن شاء الله في النهاية حنجاوب. المحاور اللي حنتكلم فيها في هاي المحاضرة بداية حيكون introduction على digital shade، على shade matching in general. بعدين حنتكلم عن digital shade matching devices، أي device بتكون بديجيتال، بيعمل ديجيتال، إيش مكوناته. حنتكلم عن ray blicker shade matching device، حنحكي clinical cases، هنعمل لايف ديمو. اللايف ديمو هفتح الشير سكرين من الكمبيوتر تبعي، كيف نستخدم ري بليكر خطوه خطوه، واسئله واجوبه. اول سؤال حنساله حالنا، من انه نتكلم عن الكلر والشيد ماتشنج، شو الكلر؟ اذا اي واحد منا فتح على جوجل كتب واتس ذا كلر، حيلاقي في عندنا ماني ديفينيشنز، كثير عباره عن تعريفات للكلر. ابسط تعريف للكلر هو ذا فانكشن اوف لايت over the object، يعني الأثر تبع الضوء على الأشياء. بالتالي عندنا ثلاث أشياء، هو الشيء نفسه اللي هو التوث في حالتنا، والأبزيرفر اللي هو الدينتست، والضوء أو الانفيرمنت. أول ثيوري طلعت بالشيد ماتش أو بالكلر اللي هم الويل اللي إسحاق نيوتن طلعها في 1800، اللي بتكلم عن الويل وكلنا شفناه درسناه في المدرسة. اتطور الموضوع للويل، اعطانا ثلاث ابعاد: الفاليوم، ساتوريشن اند هيو. الهيو حتى ما ننسى هو اللون نفسه، لو حكينا هذا اورنج يعني برتقالي، احمر، اخضر، هذا هو الهيو، احد مكونات اللون. المكون الثاني ساتوريشن، كميه الاشباع، يعني اخضر شوي، اكثر اخضرارا. والبعد الثالث هو الفاليوم. احنا في طب الاسنان الثلاثه بيهمونا، لكن اهم واحد نحكي عنه هو الفاليوم. الفاليو مقدار البلاكنس والوايتنس، يعني كم المقدس اللون ابيض او اسود. لكن هذا مش كافي حتى نتواصل باللون،
عشان هيك طلعوا لنا شيء بسموه السي لاب سيستم او شيء بسموه الاي بي فاليو. هلا هون ندخل بتفصيله شوي لانه حيفيدنا كثير في السلايدات القادمه. الاي بي فاليو هو تخيل للالوان بشكل عام 3 دي. عندنا ال اي بي فاليو، ال ال بنحكي عنه اللي هي مقدار البياض والسواد اذا كان بوزيتيف او ال، الاي مقدار اخضر او احمر، والبي اصفر او ازرق. طب ليش بنحكي هاي الامور؟ حتى نوجد للكلر عباره عن فيكتور، يعني عباره عن احداثيه. فاي لون، اي لون نحط هاي النقطه مثلا لها احداثيه معينه الاي بي فاليو. هلا بحكي انا بشكل عام الالوان بشكل عام، مش بس فقط بالدنتستري. اكثر تخصصين بيحكوا بالالوان غير طب الاسنان الالوان اللي بيحكوا بالدهانات واللي بيحكوا بالميك اب. فلو وجدنا نعمل دراسه على الالوان تعمل سيرش، اول شيء بيطلع دهانات وعلى الميك اب. احنا كطب اسنان شايفين هذا المثلث المربع الصغير توث كلر سبيس، هذا هو فقط الوان الاسنان موجوده هون، واحداثيات ال اي بي فاليو تبعتنا موجوده هون فقط. احنا غالبا نتعامل بالفيتا كلاسيك وثري دي ماستر، مزبوط؟ الفيتا كلاسيك والثري دي ماستر لو نزلناهم على الاحداثيات ال اي بي فاليو حنشوف هاي الصوره. شايفين هاي الصوره؟ هون عندنا الفيتا كلاسيك اللي هو A1 اللي بيبدا B1 B2 B3 B4 etc. هاي هون تقسيمته. 3D ماستر هون تقسيمته. اذا طلعنا على الفيتا كلاسيك اللي معظم الاطباء والتكنيشن بيتعاملوا معه، يعني حنلاقي عندنا اكثر من مشكله. اول مشكله عندنا انه التوزيع غير منتظم، اول نقطه التوزيع غير منتظم مقارنه بال 3D ماستر. ثاني شغله غير انه مش منتظم في مناطق بالاسنان موجوده، هون مثلا مكان الاسود عفوا هون ما إلها تعريف بالفيتا كلاسيك. عشان هيك الفيتا كلاسيك يعني بنحكي شيء يعني بدنا اوت اوف ديت، بده يكون ابديتد، بدك تتعامل بال 3 دي ماستر حتى تغطي كليات الالوان. نرجع، هاي مقدمه بسيطه، نرجع لاختيار الالوان عندنا في عيادة طب الاسنان. بنمر اختيار الالوان بثلاث مراحل. اول مرحله قراءه اللون كلر ريدنج، انا وش بقرا اللون، بعدين بدي اعمل ترانسليشن لإله للمختبر، بعدين المختبر بده يبني. فحكينا على كلر ريدنج، انا عندي اوبجكت اللي هو السن، وعندي اوبزرفر هو الدنتست، وعندي السراوندينج، هاي بيعطوني الكلر. لكن بدي اميز الشغلتين. هلا احنا كلنا شايفين هون ايش؟ توث، الكل شايف توث على الشاشه، لكن مجرد ما غيرت الباك جراوند اتغير اللون. فانا لما احكي بالالوان ما بحكي عن الكلر، بحكي شيء بسموه بيرسيفد كلر، او الكلر اللي انا بميزه اللي انا. عشان هيك نحن نحكي احنا عن شيء بنسميه بيرسيفد كلر. البيرسيفد كلر هو الكلر لما نحط عليه اللايت، اختلاف اللايت ممكن يصير، والانفايرمنت. بالتالي لو انا بدي ادرس الكلر بدي اطلع ثري فاكتورز، الفاكتورز العوامل اللي بتاثر على الاوبجكت اللي هو التيث، والعوامل اللي بتاثر على اللايت والانفايرمنت، والعوامل اللي بتاثر على الاوبزرفر. لو بدينا اول نقطه، شو العوامل اللي بتاثر على انفايرمنت؟ اول شيء الالومنيشن، مقدار الاضاءه، مقدار الاضاءه. نطلع هاي الصوره مثلا، هاي الصوره ناخذها بالكاميرا، لو قللنا كميه الاضاءه بيختلف عندنا اللون. طب انا في العياده شو اسوي بالنهايه؟ يعني بالنهايه بدي اوصل مرحله اني اخذ اللون اقراه قراءه صحيحه، لانه انا اول خطوه عندنا بانتاج اللون قراءه اللون. اذا انا قرات اللون بطريقه خاطئه حيكون عندي خطا في الكلر برودكشن عند المختبر. في اللايت انتنسيتي بتاثر على الشغل عندنا. الشغله الثانيه الكلر كواليتي، هلا في ميز شغلتين انا، مقدار الاضاءه ونوعيه الاضاءه. اذا الاضاءه عاليه هي بنحكي عنها as a quantity، لكن عندنا كواليتي. اللي بيستخدم كاميرا بروفيشنال في شيء بيسموه الوايت بالانس، اللي هي درجه حراره الاضاءه. مجرد ما غير، حتى موجود على معظم السمارت فون موجود عليها، مجرد ما غير الكلفن يعني درجه حراره الضوء بتغير عندنا اللون. هي الصوره نفسها انا غيرت من درجه الحراره تبعت الاضاءه، يعني بالفلتر الاضاءه اختلف عندي الضوء. طب انا لما بدي اتعامل مع المريض واشوف لون سنه عندي على كرسي الاسنان، بيهمني اعمل ستاندرايزيشن لا لايت كواليتي واللايت كوانتيتي.
النقطة الثانية عشان هيك طلعونا إشي بنسميه corrected light. شو corrected light؟ لما درسنا اقرأ أي كتاب بيحكي عن dental color and dentistry بيحكي لك أنا بدي الضوء في العيادة يكون corrected. شو يعني corrected؟ corrected أول إشي corrected إنه بيحتوي على جميع أطياف اللون اللي هم إحنا بنعرفهم العبارة عن من تحت الحمراء لحد فوق البنفسجية. هاي أضواء الضوء كامل بدي يكون موجود. اللي بنحكي عنه white color، الكلر الأبيض، ضوء الشمس. طب أنا الضوء اللي عندي في العيادة في إله إشي بيسموه color rendering index أو CRI. هذا بيحكي لك كم عندك الضوء تبعك عنده ضوء من ضوء الشمس. لازم يكون هذا الرقم above 90%، يعني فوق 90%. شيء فوق 90%. لو حكينا أنا عندي الضوء هذا اللي بتعامل فيه بعيادتي الرندرينج إندكس تبعه 75%. شو معنى؟ إنه هذا الضوء اللي عندي فيه 75% من ضوء الشمس. لكن ضوء الشمس عشان أقرأ اللون بشكل صحيح لازم يكون فوق 90%. طب كيف بدي أعرف هذا الحكي؟ في جهاز خاص ممكن يحكي لك كم الضوء اللي عندك في العيادة الكلر رندرينج إندكس لإله، حتى لما تقرأ اللون تقرأ باللون بالطريقة الصحيحة. الشغلة الثانية الموجودة هلا احنا الضوء الستاندرد عندنا هو ضوء الشمس. ضوء الشمس كم درجه حراره الكلفن تبعته؟ من 5 الى 6000 كلفن. فانا بدي شغلتين بالضوء تبعي. اول شغله اللي هي عندي اللي هي الريندرينج اندكس ابوف 90%. الشغله الثانيه بدي عندي درجه حراره الضوء من 5 الى 6000 كلفن، هيك عشان احيد اثر الاضاءه على اللون perceived color. الشغلة الثانية اللي بفكر فيها يتعاملوا فيها مثلا هاي بعض المطاعم عملوا تريك عشان تحس انه اللحمة طازة فقط من غير من خلال تغيير الضوء، كيف انه استخدامات الإضاءة مور بيستخدموها بأماكن ثانية. الأشي الثاني يحكي عنه الكونتراست إفكت. حكينا عن illumination، احنا بنحكي عن الكونتراست إفكت. نفس الشيء، هاي عندي أربع أسنان نفس الخلفية اللون نفسه، مجرد ان انا غيرت الخلفيه اختلفت عندي البيرسيفت كلر. طب انا شو اسوي اذا اختلف اللون؟ نفس الشيء بيتغير. وجدوا في شيء اسمه عندنا كومبلمنتري كلر. شو من كومبلمنتري كلر؟ الالوان المكمله. شو يعني مكمله؟ مثلا نحكي في اثنين مثلا مجاهد وريبليكر. اذا انا مجرد ما اتذكر مجاهد حتذكر ريبليكر، مجرد ما اتذكر ريبليكر حتذكر مجاهد. نفس الشيء عندنا الالوان، مجرد اني انا اشوف اللون الاخضر عيني حتصير حساسه للون البرتقالي او اللون الاحمر. طب احنا الوان الاسنان تبعتنا ايش هي؟ عباره عن احنا اصفر. مجرد انا ما اطلع على لون ازرق اللي هو المكمل عفوا للاصفر، مجرد ما اطلع عليه حساسيه اللون عندي بتزيد للون الاسنان. عشان هيك لما نختار لون بيحكي لك لما تختار اللون اطلع على السماء بعدين اطلع على السن. ليش؟ السماء لون ازرق، الازرق هو كومبلمنتري كلر تبع لون الاسنان. حدا منكم سال حاله ليش الاسد اتش لونه بلو؟ لونه ازرق. لونه ازرق حتى نعمل حساسيته زياده، بالتالي لما تعمل ووشنج للاسد اتش وضل شويه اسد اتش يتميزه بسرعه. طيب شو يعني؟ انا بالنسبه شو يعني؟ اوكي عرفت هاي المعلومه، شو بستفيد منها؟ اللي بستفيد انه كالاتي، اذا مسكنا الشيد تاب تبعون الشيد جايد فيتا كلاسيك، تطلع مثلا في عندي A1 تطلع على الشيد تاب لونه جراي، صح ولا لا؟ ليش جراي؟ شو الفكره انه جراي؟ 18% هو جراي. وجدوا انه الجراي هو اللون الوحيد اللي ما له كومبلمنتري، وبالتالي لما تطلع على لون السن، يعني لما تطلع احط الشيد تاب جنب السن لازم احط خلفيه 18% جراي، حتى انه ما عينه تضرب على لون ثاني يزيد حساسيته. بنفس الوقت على الجهه الثانيه مقابله الاوبزيت بدي بلو كلر. هاي هي فكره اللي انا بدي اشيل شغلتين اللي هم اثر انفايرمنت، اثر البيئه على الاسنان. الشغله الثانيه اثر الليمينيشن. الاشياء كمان بتاثر عندي الاوبزرفر، انا از دنتست مع مرور العمر حتختلف حساسيتي للون. يعني مثلا انت وعمرك 25 سنه ميزه عمر 50 سنه اختلاف، عندك مشكلة اللي بيصير بالإيجين، بالتالي حساسية اللون تختلف عندك. نفس الإشي ممكن مثلا أول اليوم غير عن آخر اليوم. هذا كله فاكتورز بتأثر على اختيار اللون، بتأثر عندي على البرسيفت كلر. إذا أنا بدي أعمل جود ماتش للون
لازم احيد هاي العوامل، اعمل كنترول لإلها. ايضا عندي color blindness، في احدى الكورسات بعطي كورس اتفاجأت فيه طيب اسنان عنده color blindness ومش عارف، برضو هاي تلعب دور. من الاشياء ايضا في عندنا اختلاف بين العين الاولى، العين اليمين والعين اليسار عند بعض الناس، كل هذا فاكتورز بتاثر عندي على البيرسيفت كلر. الاوبجكت نفسه اللي هو احنا في حياتنا نفس السن، انا شو المشاكل، شو الاشياء المصاعب اللي في السن نفسه بتخليني يصير عندي مس ماتش باللون. الاسنان مش لون واحد، يعني انا ما عندي لون A1 بس، يمكن احنا بنبعت المختبر زمان مثلا انه لون B1 او 2M1 او 2M2، فعليا ما في لون B1. اي سن طبيعي نادر لما تلاقي فقط لون واحد. السن الواحد عباره عن ملتي كلر، يعني في مثلا قسمه ثلاث اقسام، ممكن اربع اقسام، بعض الاسنان بيكون خمس اقسام. الشغله الثانيه برضه بتاثر عنا انه انا مش بس بهمني عشان اعمل جود ماتشنج، مش فقط بهمني اللون، في عندي كمان ست فاكتورز بياثروا على اختيار اللون، حنحكي عنهم اخر المحاضره. في عندي ست عوامل بالاضافه لا اللون بيأثروا على الماتشنج، منهم الشيب والتكستشر. هدول السنين نفس اللون، لكن في عندنا واحد هنا في كراك جاي مش سموث، هنا جاي راوند اكثر، برضه بيأثر عنا على البيرسيفت كلر. وبالتالي هاي مجموعه عوامل بتأثر على اختيارنا اللون. الشغله الثانيه اتذكر ان انا اللون عندي الاوبتيكال بروبرتيز اللي هي الخصائص الضوئيه للسن نفسه بتلعب دور. يعني سني مثلا في انامل دنتين بلب، كميه انامل بتلعب دور، كميه دنتين بتلعب دور، كل هدول عوامل لو جمعناهم مع بعض بعطوني هاي الصوره اللي هي عندي كلر ريدنج، كلر ترانسليشن، كلر برودكشن. الكلر ريدنج بياثر عندنا التو، حكينا مالتي شيد ومالتي لاير، عندنا الكونتراست افكت كيف اختلفت الخلفيه. عشان هيك مثلا المريضه لما تختار الشيد احكي لها مثلا فيش داعي تحطي روج على شفايفك، مثلا الميك اب خففيه، حاول تعزل انفايرمنت عنها، ضوء العياده بيلعب دور. نفس الشيء الدنتست لما يكون كبير في عمر غير عن صغير، كمان الشيد ماتشنج اللي تشتغل فيه انت لما تبعث للمختبر انا بدي كلاسيك مثلا اللون A1، لازم مهم جدا يكون الباودر اللي بتعامل فيها المختبر هي مصنفه على الكلاسيك، مش مصنف على 3D ماستر. كثير مختبرات شو بيعملوا، في عندنا خريطه بيحول من كلاسيك ل 3D ماستر. هل هاي التحويل، اي تحويل دائما في عندنا مشاكل. الشغله الثانيه التكنيش بتعامل معه نفسه، السكيلز اوف تكنيشن از فيري امبورتنت، مهم جدا التكنيش تتعامل معه يكون عنده خبره وعنده فن بالتعامل. هذا برضه بتختلف من مختبر لمختبر، بتختلف نفسه معرفته شو بوصل له معلومات. انا هل انا بدي اوصله فقط احكي له لون A1؟ طب ممكن A1 في كراك، ممكن A1 فيش في كراك، طب ممكن يكون عندي ستين. الشغلة الثانية كمان الماتيريا بتعاملوا فيها، هل عندنا علم المختبرات عندنا عدد مهول جدا من الماتيريا، هاي الماتيريا في فلوريسنس، فيش فيها فلوريسنس، هاي في أوبريسنس، في ترانسلوسنسي، كله بيلعب دور حتى بالنهاية نوصل للريزلت تبعتنا. هل هاي عوامل كلياتها نشوف انه احنا من يوم ما نشوف المريض لما ننتج الفاينل كلر في عنا عدة أخطاء ممكن تصير. من هنا فكرة الديجيتال شيد ماتشنج إجت، إني أنا بدي شيد ماتشنج ديفايس تخفف من هاي العوامل، تخفف من كونتراست، تخفف لي من الإلومينيشن موجود عندي، تعمل جود كوميونيكيشن مع المختبر، حتى المختبر لما يشوف، يعني المختبر عنده كتير أشياء يعني بفكر فيها، الديتشنج، الفينيش لاين تبعك كيف مسكر، الاوكلوجن، ومن هاي المشاكل المعضلات اللي عنده الشيد، فكل ما ريحنا احنا بالشيد عنده اشياء ثانيه يهتم فيها. فكره الشيد هون طلعت فكره ديجيتال شيد ماتشنج ديفايسز. انا شو بدي باي اي ديجيتال شيد ماتشنج، بدي شغلتين، يكون ريلايبل، يعني اني انا تعامل اخذت منه الشيد، اخذت الشيد منه، اخذته بعد ساعه، بعد ساعتين لنفس السن يعطيني نفس الدراسه، نفس اللون، ونفس الوقت يكون الشيد نفسه ايش؟ فاليد. شنو يعني فاليد؟ يعني يعطيني مثلا هذا اللون A1 يعطيني A1، هذا اللون 2M1 يعطيني 2M1. في عندنا مجموعه اجهزه طلعت من 1980، تخيلوا عمالهم بيشتغلوا على الديجيتال شيد ماتشنج، لكن لحد يعني ما كانت، يعني كانت عباره عن محاولات لكن في كثير مشاكل. في عندنا مجموعه يمكن معظم بيعرف الايزي شيد، حنحكي عنه، وعندنا الري بليكر الموجود عندنا.
بيهمني شغلتين حكينا عنها validity and reliability. يعني بدهمني اللون أقيسه اليوم أقيسه بكرة يعطيني نفس الإشي مش يتغير. يعني بيشتغل على إذا شيء مثلا إذا حركت المريض كان ماي كان نايم طلع اتغيرت اللون قسته اليوم قسته بكرة اختلف. عشانك أنا ما بنصح الإيزي شيت. في 2012 عملنا دراسة من الثيسس تبعتي عن الألوان، فكانت الفحوى الرسالة إنه عملنا جهاز على الكمبيوتر يعني له برنامج خاص تأخذ صورة للبرنامج للسن ويعطيك شو السن. فعملنا مقارنة بسيطة على الإيزي شيت، جبنا الإيزي شيت وجبنا ألوان الكلاسيك هم 14 شيت، جبنا هذا الشيت A2 قسناه بالإيزي ما عطاش A2 أعطى A3، جبنا B2 أعطاني C2 جبنا يعني من 14 شيد فقط أجاب على 2 منهم. فتخيلوا يعني نفس الفكرة بدنا جهاز لا يعطينا اللون نفسه. هلا أي جهاز في الدنيا أي ديجيتال شيد ماشين ديفايس بتكون من 3 أشياء. أول شيء ديتكتر، يعني هو عبارة عن بستقبل السن ديتكتر. بعدين في عندي معام سيجنال كونديشنر اللي هو بيعالج الصورة الموجودة عندي. بعدين السوفتور اللي بتعامل مع هاي المعالجة. نحكي الديتكتر الموجود عندنا اللي هو هدفه منه يعمل ايزوليشن للتوف ويأخذ الصورة، اللي هي مثلا في عندنا اكثر امثلة موجودة عندنا ايزي شيد، عندنا اللي هي ثري شيب وعندنا ريبليكر. السيجنال كونديشنر اللي هي ممكن تكون ار جي بي يعني ريد جرين بلو زي الكاميرات العاديه اللي عندنا، ممكن تكون كالوريمتر وعندنا سبكترو فوتوميتر. شو هم هذول؟ هلا بنحكي عنهم. الار جي بي زي الكاميرات، لكن شو مشكلتها عندنا بالار جي بي؟ الار جي بي بتاثر كثير مثلا بطريقه الاضاءه تبعتنا، لانه انا ممكن اصور صوره تعطيني فيها ترانسوسنسي عاليه بالتالي انا ما اقدر اشوفها، عشان بدي انا مثلا لا بروح بدي شيء بسميه بولر ايمج هنحكي عنها. الكالوريمتر والسبكتروفوتوميتر شو الفرق بينهم؟ الكالوريمتر عنده فلترز بيعالج الصوره ريد جرين بلو ثلاث فلاتر، بيعتمد على بالنهايه ريد جرين بلو بيحللها. شو وجدنا هون في الكالوريمتر؟ انه في مجموعه من الالوان بيعملها سكيب اللي بتكون بالاطوال الموجيه الجانبيه. السبكتروفوتوميتر بيعتمد على الطاقه في الصوره الويف لينث، بالتالي في عندي كميه صور يعني كميه لون ما بتروح من عندي. فسبكتروفوتوميتر افضل بكثير من الكالوريمتر. هلا شويه هي ديتيلز اكثر من بسطتها انا، بس الدراسات اي دراسه موجوده في علم الالوان السبكتروفوتوميتر از ماتش بيتر ذان كالوريمتر. والشيء الاخير عندنا اللي هو السوفت وير اللي بيعالج الاضاءه اللي عندنا. اما بعطيك مثلا سوليد نمبرز، مثلا بعطيك انه هذا اللون A2 ممكن يعطيك لا انا بروسست ايمج، يعني انا عندي A2 A3 ممكن تحط هاي النقطه تعرف شو هي. عندنا يعني اكثر من مثال اللي هي مثلا زي هاي الايزي شيت بعطيك زي هيك هاي A2 او 2M2. عندنا لا البريبليكر هلا حنحكي عنه بعطيك انتر اكتيف سكرين. لو حكينا بدي اعمل ارسم شيء ايديال شيت ماجنج ديفايس، شو بدي انا؟ بدي الديتكتر تبعي اللي عندي يعمل ايزوليشن للتوث، يعني اي كونتراست جانبي يشيله. بدي ياخذ الصوره ويعطيني اضاءه كامله اللي حكينا احنا بدي ريندرينج اندكس، بدي الضوء تبعي يعطيني كل اطياف اللون مش يعطيني كميه اقل. السيجنال كونديشنر لو شيء بدي الشيء الايديال بدي يكون سبكتروفوتوميتر موجود جواته، ما بدي يكون كالوريمتر، ما بدي ار جي بي. ليش؟ لانه سبكتروفوتوميتر بيعطيني كل اطياف اللون الموجوده في الصوره، الكالوريمتر في اشياء ما بشوفها، والار جي بي بدك تعمل ستاندرايزيشن عشان تعرف تقرا الصوره صح. وبدي انا السوفت وير تبعي يعطيني انتر اكتف شيد ماب، لو انا بدي اشوف هاي النقطه شو هي بقدر اشوفها، لو بدي اشوف هاي النقطه عندي القدره اشوفها. وبنفس الوقت بدي الجهاز تبعي يكون فاليد، يعني اتاكد انه هذا اللون A2 يقرا A2 مش يقرا لي A4 مثلا. وبدي اياه يكون ريلابل، يعني انا لو قسته انا قاسه الدكتور استاذ مجاهد دكتور محمد اي شخص قاس هذا القاس هذا السن يعطيني نفس الموجود. اول مره شفت فيها مجاهد ب 2016 اجاني على العياده، انا كثير بشتغل الوان، اجاني على العياده بيحكي لي هذا الجهاز موجود عندك، هذا الجهاز بيشتغل الوان. حكيت له انا درست ماجستير كانت عنه عملت واحد زيه، وما اتوقع انه زي شيء
أنا متأكد في مشاكل يعني تفضلوا جي أشوفه. جبت السكرتير مساعد اللي عندي قسته أول مرة أعطت نفس اللون، جبت الشيد ماد شيد ماتشنج اللي هو الكلاسيك شفته مضبوط نفس اللون. الفكرة بحكيكوا إياها مش عشان بسوق أجي أنا أحكي عن جهاز، أي جهاز في الدنيا بدك تشتري أو بدك تشتغل فيه بهمك يكون يعطيك نتيجة صحيحة. هلا في الشيد ماتشنج ديفايس ما فيش تجي تحكي لي هذا الجهاز كويس أو مش كويس، امسك وجرب بإيدك لأنه أول نسخة إجت من الجهاز ما كانتش صحيحة مثلاً، كانت عليها مشاكل، كنت بحكي مجد بعطنيش نفس القراءة الصحيحة. بهمك أنت بأي جهاز تمسكه تشوف اللون، هل بعطني هل أعطاني 3M1 مثلاً، حرك رأس المريض اعمل قياس كم مرة، هل بعطيني نفس القراءة؟ أنا هون بعتمد الجهاز، إذا ما أعطاك نفس القراءة يا بيكون جهاز فيه خطأ يا بيكون سوفتوير عنده خطأ. من أمثلة 3Shape بحاطين فيه كالوريميتر بحكيك أنا بقدر أعطيك نفس اللون. أنا مسكته على الألوان لون أسناني B1 قست عليه أعطاني D2، قست مرة ثانية أعطاني لا أعطاني A2 اختلف. فهون بهمك جدا لما أنت بدك تشتغل مع أي جهاز إنك أنت تجرب إيدك، هل بعطيك نفس النتيجة ولا ما بعطيك؟ امسك كلاسيك أو 3D ماستر اللي عندك وقارن بينهم. الجهاز ريبليكر عاملين شغلة كثير حلوة، شايفين هاي التب أو الهيد تبعتهم شو لونها؟ جري. ليش جري؟ متذكرين بس حكينا على الوان بدنا جري ل 18% جري موجودة بمكان تاني في الشيد تاب العادي كلاسيك. هذا الشيد تا اللي هو 18% جري الفكرة منه يعمل ايزوليشن ويعمل ستاندرايزيشن للصورة اللي انت مخدها، بالتالي كأنك بتحكي للجهاز هاي الصورة اللي مخدها الجوانب هو 18% جري، اقرأ اللون شو هو بالضبط. الشغل الثاني بدي اياها انا بدي اللايت سورس الموجود يعطيني كل اشي فيه، يعني أنا مثلاً بدي يكون في ريد في جرين في يلو في كل إشي، مش يعطيني بس لون لون واحد. وبدي يعطيني بولرايزد إيمج. شو يعني بولرايزد إيمج؟ هلا بنحكي عنها. هاي الصورة أخذت صورة بالكاميرا، شايفين هون في لمعة، شايفين اللمعة هاي الكل شايفها. هاي اللمعة لو بعتها للمختبر حكيت له خذ لي هذا اللون، هل عنده القدرة أشوف هذا اللون؟ مجرد هاي اللمعة هل في تحت ستين ولا ما في تحت ستين، هل هي افتح ولا اغمق، ما عندي القدره اميز. البولر لا، البولر هي صوره البولر ايمج، انا شايف اي لمعه موجوده، بالتالي انا شايف شو اللون الاصلي موجود. انا شايف عندي هنا بلوش، شايف عندي هون وايت، هون تدرج موجود. هاي هي فكره البولر. هذا هو اذا شايفين باخذ تقريبا 0.7 هاي يعني تقريبا 7 أعشار الثانيه، سريع جدا يعني ما باخذ وقت، بالتالي هو يعني بالعياده ما مش هالوقت يعني اي مساعد ممكن تستخدمه. بعطيني كل الفيزبل سبيكتروم. الشغل الثاني بستخدم عندي سبيكتروفوتوميتر، حكينا سبيكتروفوتوميتر شو الفكره فيه. هلا الشيء الاجمل اللي بهمك از دنتست حتى بالتعاون مع التكنيشن، ما بهمك تعرف انه سبيكتروفوتوميتر او بهمك انه بقرا قراءه صحيحه. هلا ما بعطيني اياه، حكينا بالايزي شيت كان يعطوني A2 2M2 فقط، هنا لا. إذا بدك 3 مناطق بعطيك، بدك 9 مناطق بعطيك، بدك نقطة واحدة بعطيك برضو كمان. لما نحكي عن اللايف ديمو حتشوفوا كثير أشياء حلوة. نفس الشيء بقسمك إياها 3 مناطق، عندك عامل لك ماب كاملة. لا أنا بدي بس لون واحد. لا بدي 9 مناطق. طب أنا بديش بالفيتا كلاسيك، أنا بدي بالثري دي ماستر، برضو ممكن تختاره. أنا حاب أشوف البلاك أند وايت الفاليو. برضو عندك القدرة. في اسمه دلتا إي، حدا سمع عنها؟ بعتبر واحد منكم رفع إيده، بعتبر ذلك. المهم الدلتا إي شو هي؟ الدلتا إي عبارة عن مقياس لشغلتين. مثلا هذا لونه مثلا نحكي مثلا لونه أبيض، رحت قرأته مثلا قرأته برقم ثاني، إذا كان الدلتا إي أكثر من 5 الإنسان الطبيعي، الإنسان الطبيعي بيقدر يميز إنه في فرق. أقل من 5 بس البروفيشنال ممكن يعني ممكن يميز إنه في فرق بين الشغلتين. نعيد، عندي 2 items شغلتين بينهم فرق في اللون، إذا الفرق الدلتا إي above 5 يعني دلتا إي عندهم أكثر من 5% الإنسان الطبيعي العادي بيميز بينهم فرق، إذا أقل من 5 فقط البروفيشنال
اللي بيهتموا بالالوان بيميزوا بينها. طب شو الفكره منها؟ هاي ذكروا عشان لما نحكي بالسوفت وير عندك القدره تميز هل انا بقرا الجهاز قارئ اللون صح او مش صح. اكثر شيء هذا بفيد التكنيشن لما يقراوا اللون وبدهم يبنوا. مرات انا بدي اعرف طبعا لما هذا بنشوف هاي بلاك اند وايت. في شغله كثير حلوه كمان بالجهاز. انا كثير مرات بيجوك مرات بعملوا بليتشنج. دخلنا مريض على العياده عملنا بليتشنج طلع من العياده دكتور اسناني ما اختلفوش. انا اسنانه مخلي يقول لا ما استفدتش من البيج تبعك. طب شو بدك تحكي معه؟ حتقول له اسنانك كانوا صفر وصاروا بيض. لا اسناني من يوم انا دخلتك زي هيك توقعت يكون احسن من هيك. بامكانك تاخذ له صوره قبل صوره قبل وصوره بعد ونفس الجهاز بيعمل لك كومبير بينهم بيعمل مقارنه بينهم. فالمريض يحكي لك لا هي موجود انت كيف كنت قبل وكيف كنت بعد. وهلا بنحكي عنها في لما نعمل الدراب ديمو كيف طب اتواصل مع المختبر. حكينا من المشاكل اللي بتصير عندنا كيف انا اتواصل مع مختبري. بدي اعمل انا كوميونيكيشن مع المختبر. عندي انا اكثر من طريق اما عن طريق الكلاود ممكن اعمل ريبورت للمريض ابعته للمختبر مانيوال. ممكن هذا الريبورت احطه عندي بالدوكيومنت تبع المريض بالدوكيومنتيشن بالملف المريض. كمان عندي شغله مهمه جدا اني انا هون لما استعمل بانتر اكتف انا بقدر احدد كم منطقه بدي مش فقط وشايف شيء يعني فيجوال مش رقم. المختبرات اكيد في تكنيشن بيحضروا معنا المختبرات بيحبوا يشوفوا صوره مش رقم بس لانه ممكن A2 كلهم A2 بس هم لما تبنيهم بيختلفوا. انا بدي اشوف هلا هون مثلا عندي كراك يعني شو ما يرسم شو ما يحكي للمختبر رقم مستحيل يعرفون في كراك بس لما يشوفوا الصوره واحده الوضع عنده بيختلف. من الاشياء كمان بنفس البرنامج حاطين شيء زي للاب بيجي على الابل اندرويد فيري ايزي بتحطه على تليفونك ممكن تعمل تشبكه بشكل بسيط وسريع على الملف تبعك. فعليا لو دخلنا الديجيتال اول ما دخلنا الديجيتال يعني احنا بنلعب انترال سكانر بعدين بتحول المختبر او اذا انت المختبر عندك في العياده بتشتغل بايدك يعني عندك عفوا اللي هي الاوفيس كات كام بتشتغل بايدك. هذا كله ديجيتال. الإشي الوحيد اللي حد الان ما كان صار عليه ديجيتال هو الشيد. افضل إشي كان موجود عندنا حاليا ري بريكر اللي بتميزه لكن نعرف شغله كثير مهمه بغض النظر عن الجهاز اللي تستخدمه. بحكيش فقط عن الديجيتال شيء عن الشيد ديفايس بحكي عن الانترول سكان مثلا. اذا انت ما عندك القدره تعمل جود بريبريشن لو تستخدم احسن جهاز في العالم مش حيعطيك جود فاينل ريستوريشن. لو انت بتستخدم عندك افضل جهاز ليزر بس ما عندك القدره والباك جراوند ساينتفك باك جراوند انك تعامل فيه مش هتستفيد منه. افضل انفستمنت از تو انفست ان يور سيلف. اهم شيء انك انت تكون عندك المقدره اي تكنولوجي هي بتساعد هي مش كل شيء. يعني انا ممكن اعطيك نفس انترا سكانر عند دكتور بطلع نتائج كثير حلوه دكتور ثاني ما بطلع نتائج. طب هو مش الفكره بالانترا سكانر الفكره انك تعرف كيف تحضر. او انا مثلا اجي احكي لك مثلا عندي كات كام. اوكي الكات كام شو بيسوي؟ الكات كام تعتمد على التكنيشن اللي بدخل فيها المعلومات. طب انا اخذت جود امبريشن لكن التكنيشن تبعي ما قرا الفينش لاين صح. لو بتعامل مع افضل كات كام في العالم مستحيل اعطيك كراون صح. الايد اللي بحكيك من هذا السلايد كلياته انك اهم شيء تعرف كيف تتعامل مع المنتج اللي عندك. هلا في اشياء كامينج سون حيش بكل الريبليكر مع الكات كام بحيث مباشره تاخذ اللون وتترجمه. نحكي شويه كلينيكال كيس. هاي مريضه هاي اول كيس اشتغلت على ريبليكر كان عباره عن ميرلاند مريض عمره 13 سنه دكتور الله يسامحه أزارع على المريضه. طبعا احنا ما مشي نزرع المريضه قبل 18 او 20 سنه عند اكتمال النمو. المهم صار فيلير فيجت تعمل شيء مؤقت عملنا لها ميرلاند. طبعا ميرلاند عملتها هنا هاي الجهاز هذا انا قبل 5 سنين يمكن كان في عندي شعر اكثر شويه. المهم هون الجهاز اللي هي ريبليكر المريضه بتكون تفتح بس تخليها فاتحه شويه تمام بتاخذ الصوره هيك الصوره تطلع. الاصل يكون فاتح هون خطا عندي لازم تكون فاتحه المريضه عشان ما تاخذ مع السفلي فقط العلوي. باخذ الصوره بدخلها على الجهاز على البرنامج هل بنحكي عنه وعلى البرنامج بعمل معالجة ببعتها للمختبر المختبر بتعامل معها وبعطيني الريزلت.
هنحكي عنه بالتفصيل. هاي هو تو وينج، طبعا في دايلما هي تو وينج ولا وان وينج. الوان وينج افضل، لكن عملتها تو وينج لانه عباره عن شيء مؤقت حتى بدي ازرع. هاي الفاينل، هذا الفاينل هون الفاينل ريستوريشن. هاي الحاله تم عملها انه المختبر ما اجى شاف. هون الفكره، احنا نختصر وقت المختبر. انا عندي شغلتين، في ناس بيشتغلوا عندهم في العياده عندهم العفو اللي هي ان اوفيس، وفي بعثه ببعث المختبر. الان اوفيس اسهل، لو انت شايف المريض، او حتى لو انت اخذت عفوا بالريبليكا وبعثت المريض بعيد روح على البيت وقعدت في الليل تسهر ترسم او تلون، عندك الصوره شايفها. المختبر لا، المختبر صعب يطلع لكل مريض، يعني عندك في العياده بده يطلع لك لكل مريض بزبطش معه، بده يشتغل بالنهايه. فانت ما تبعث له هاي الصوره انتر اكتف، كانك انت بعت له المختبر المريض عنده في العياده في المختبر. بالتالي بيشوف انا هون طب وين عندي بياض، هون في عندي اوباسيتيز، هون كيف ابني اللون. هاي الفاينل، هاي اذا انتبهت الصورتين هذول شو الفرق بينهم؟ انا فقط غيرت الوايت بالانس، شفت الوايت بالانس كيف بيلعب دور، هون مبين اللون هون اختلف. بس عشان اوريك انه حتى لما خلى لما بالصوره الفاينل غيرت الوايت بالانس اعطاني نفس اللون. هاي حاله سنجل فينير، طبعا من اصعب الحالات تعمل ماتش لسنجل فينير. نفس الشيء الماب ثلاث الوان ست تسع الوان، هون التوزيع اللوني. هلا نحكي عن التوزيع اللوني، مثلا كم مقدار الاي 1 هون، وين بروح وين بيجي. هلا هون بتصفي كيف المختبر يتعامل مع الخارطه. المشكله حتصير عندنا هون ومع اي صارت معي، ما حتصير مع اي شخص بتعامل مع نيو تكنولوجي. اول ما نتعامل مع المختبر مثلا تعامل على مستوى انترول سكانر، احنا كنا ناخذ مانوال، بعدين بدي احول انترول سكانر. اول شيء المختبر اذا ما كان مش متعود، احنا بنخاف من التكنولوجيا، بنحبش نشتغل فيها اولها. هيحكي لك الجهاز هذا تبع الالوان مش عاجبني، ليش؟ مش عارف اتعامل معه. طب انت جربه. فدائما بدك تعطي فرصه حاله وحالتين وثلاث واربع، ممكن توصل 10 حالات حتى تعرف انك كيف تقرا الصوره، خصوصا عشان تعمل برودكشن. فالمختبرات مهم جدا يشوف الصوره هاي، وفي عندي اربع صور ممكن ابعتهم انا بال هاي الفاينل، هاي الفاينل ممكن ابعتهم بالسوفت وير. هاي الصوره برضو من انذر بوز. حاله ثانيه لو طلع هاي الصوره، هذا المريض بدي اعمله سنجل فينير، لو شو ما اعمل هون، شو ما اعمل very good matching، مستحيل اعمل 100% matching بدون ما اعمل crown lengthening. ليش؟ اهم عامل عشان يعطيني good matching للسن ترى شو هو؟ مش الفاليو ولا الكروما ولا الهيو، is the shape، شكل السن. عشان اعمل good matching بدي اعمل shape. عملنا هون crown lengthening، بعدين بكمل بشغلي preparation impression and final. إذا أنا هون ما عملت الجروفز تبعوني هون والميميلونز، مستحيل أعمل جود ماتشنج حتى لو أنا أعطيت نفس اللون. نتذكر أنا الماتشنج للسن مش بس إيش، مش عامل واحد هو الشيب الشيد عفوا، لا في شيب، في تكستشر، في عندي إذا عندي أوباسيتيز، عندي ديسبيرتيز، عندي مثلا ميميلونز، كله هذا بيساعد. لأنه الشيد الفاينل شيب هو عبارة عن كومبينيشن لكل هاي العوامل. هاي الحالة حضرناها فينير، نفس الإشي impression final تعامل single veneer، صورة من أكثر من اتجاه نفس اللون. هلا يمكن هاي اجت معي، طب دكتور طب كيف أنا أقدر أجيبها؟ يعني أنا بتعامل مختبري، كيف بدك تعمل good communication، بدك تعرف كيف تقرأ الصورة. أهم إشي هلا عفوا، أو إحنا أول ما أخذنا رخصة القيادة، عفوا سواقة، رخصة قيادة السيارة، أول ما أخذنا شو سوينا؟ بتحط الكلتش، ترفع بنزين، توازن بينهم عشان ما تطفي السيارة، صح ولا لا؟ بعدين هلا بنسوق، الواحد ما بفكر فيهم. نفس الشيء كل شيء مع الممارسة، بس تعرف كيف تقرأ الصورة، بس باي ديفولت خلص أنا هون عندي مثلا هاي الصورة. إذا أنا ما عملت هون النوتش، ما عملت التكستشر الموجود عندي هون، شايفين التكستشر موجود على الصورتين، مستحيل أعمل ماتشنج. فالشيد ماتشنج not just لون، عبارة عن شيء تانية. نتذكر أني أنا شو ما قدمت تكنولوجي، أنا بهمني أنا كيف أتعامل مع هاي التكنولوجي، كيف أقرأ اللون.
انا قرات اللون مثلا تعاملت مع مختبر انا طب كيف بدي ابعته 2M1 والمختبر عنده كلاسيك انا كيف بدي اتعامل مع بريف ليكر مثلا وانا مش عارف شو هو طب المختبر انا عندي مجموعه الوان يتعامل معه كيف نروح على السوفت وير شويه هاي عندنا العوامل اللي اذا حابين تاخذوها اللي هي الشيب او اهم عامل عشان اللون الشيب بعدين الفاليو بعدين التكستشر بعدين اللستر بعدين الاوبسيتيز شايفين شو اخر شيء اللي هو الكروما اخر شيء اللي هي الام ال ال ار اخر شيء مش مهمه مهمه هي بس مش اهم شيء الشيب اهم هل انا بدي اعمل موف للسوفت وير بدي اروح انتقل لسكرين ثانيه خبروني اذا انتقلت بينت عندكم مجاهد واضح دكتور هل انا مباشره هاي الجهاز على صورتي انا شايفين الجهاز فقط بحطه على السن بعمل بالكبسه تطلع عندي هون انا هون ممكن اقرا اللون ممكن اقراه بشبكه بيو اس بي بشكل بسيط جدا وبكبس على هاي الكبسه امبورت بتعطيني الصوره كبسنا هون هاي لون السن باجي بحط مثلا هاي الكبسه هون بي 3 انا ما بدي اشوف منطقه واحده بدي اشوف ثلاث مناطق اعطاني بي 3 بي 3 اي 3 طب انا بحبش اتعامل بكلاسيك انا حاب اتعامل ب 3 دي ماستر هاي 3 دي ماستر طب انا حاب اعرف ال 2 ام 3 وين متوزع بكبس على هاي اللون شو هذا اللون هذا 2 ام 3 بعدين 2 ام 3 طالع مور سيرفايكل ولا ور طيب انا حاب اشوف تسع مناطق طيب معقول انا كتكنيشن تحكي لي ابني السن احط لك تسع الوان او تسع مناطق يعني التكنيشن بطخك لو حكيت له زي هيك مزبوط طب كيف ابني انا لا باجي على الثلاث مناطق انا عندي 3L مثلا 2M3 او 3M2 اللي فاهمين كلاسيك اسهل نحول لكم على كلاسيك تستوعبوا الفكره هاي انا عندي ثلاث الوان B3 B3 A3 كيف ابني اللون شو اسوي مثلا هل انا اسهل لي احط كله A3 واغمق اللون ولا احط فاتح ولا احط غامق وافتح اللون انا اسهل طبعا الاسهل تحط شيء فاتح بعدين تغمق اللون هلا هون كل طريقه بتختلف من مختبر لمختبر من باودر لباودر انا كيف بتعامل معه هل لو انا عندي بتعامل مع فيتا كلاسيك عفوا مع فيتا باودر فيتا زي باودر مثلا سيرامكو زي ايفو كلار هون دور التكنيشن يعني والخبره بتلعب دور طبعا عندي هون كراك كيف بدي اجيبه في اشياء ثانيه هون في عندي ايكون بحدد لك السن اللي بدك اياه لا ما بدي اعمل هيك بدي اعمل مانيوال تيك تيك هون حددت السن فاليديت خلصنا بدي اعطيكم بس سن ثاني عفوا طلعت الشاشه كلها اوكي نفتح البرنامج كمان مره بدي احاول افتح على سن حاب اوصل معلومه فيه مرات باخذ وقت في التنزيل اوكي بيطلع عندي زي هيك اول ما افتحه ممكن اكثر من يوزر حطينا الفايلز بسم الله بدي افتح على هاي المريضة اوكي بسم الله اوكي هاي الصورة انا دخلت اول ما دخلت طلعت لهاي الصورة اول اشي بسويه انا بحدد السن اللي بدي اسويه بحط مانيوال او اوتوماتيك زي ما بدك حددنا اللون طبعا شغله بسيطه جدا يعني بعدين بكبس هاي الكبسه حددت اللون اللي بدي اياه باجي بحكي شو اللون بي 1 شو اللون هون حاطين سي 1 اي 1 بي 1 لو افتح واحد فيهم السي ولا الاي والبي البي 1 هو افتح لون طبيعي انا لو بدي ابني هذا السن بحط اول شيء بي 1 بعدين بغمق الـ A1 على الـ B1 بده شوية صفار خفيف
السي 1 على البي 1 بدي شوية جري بسيط. طيب أنا بحاب أشوف كم مقدار الترانسلوسنت، هاي كتير مهمة. أنا هون بعطيني أنا عندي هذا السن صح إنه بي 1 بس عندي ترانسلوسنسي جاي على الديستال وجاي على الميزيال، فالمختبر شايفها. طيب في عندي هنا مسطرة، أنا كمختبر بدي أقيس، بحكي لك أنا هنا المسطرة بعد 2.8 مليمتر أنا في عندي نوتش، عمل لي نوتش، أو عندي هنا كراك مثلا، أو عندي هنا وايت أوباسيتيز، بقدر أقيس أعرف وينها موجودة بالضبط. في عندي هاي، هاي شوفوها، هاي الإي بي فاليو. اطلعنا على هاي مثلا، ها هون انتبهتوا اللون اللي تحت اللي انا بحكي عن هاي المنطقه، اللون شايفين لون اسود، شايفين شوفوا طلعوا هون شو ممكن تعطيني. انا هون اللون احمر 6.1، شو يعني صح هذا اللون A1، لكن في عندي مشكله مش 100% B1، انا مش 100% A1. انا كتكنيك شو بنتبه، شو بصير عندي؟ بطلع على البيشنت بيتشرز، بطلع على اشياء ثانيه، ممكن احتمال في عندي هون شويه ستين اكثر. هاي النقاط متعلقه ببناء السن، ممكن مش للاطباء او للطبيب بيشتغل في عيادته ببني الاسنان او للمختبرات. طب اذا كان عندي شيء بالاخضر يعني انا اللون 100% صحيح. اذا كان اللون، طب روح على الزاويه، هون شو دلتا اي 12.8، شو يعني رقم عالي؟ يعني انا كثير عندي الايرور. لما يكون عندي كثير ايرور شو معناها؟ هاي منطقه متذكرين لما شفنا هون هاي الكبس اللي هون فوق اعطانا ايش فيها؟ ترانسلوسنسي. الترانسلوسنسي مش لون، يعني ترانسلوسنسي مش بي 1، الترانسلوسنسي عباره عن بلوش او شويه جراي حسب انت يعني شو شايفها بالصوره. هاي موجوده. طيب انا خلصت شفت اللون او مش حابب ليش فيه، انا كدكتور مش حابب ليش فيه الاشياء، ببعتها للمختبر، ما عندي وقت بدي ابعتها، بعمل برودكشن. انا حددت مثلا اللون السن اللي بدي اياه، محدد شو السن بدي اياه، انا بدي اياه فول سيراميك ولا زيركونيا، انا بدي اياه زيركونيا. طيب بسالك سؤال، توث ستام يعني تحت السن شو موجود؟ مثل ولا مثلا كوربلت اب، شو هو بالضبط؟ طب ايش بتفيدنا هاي؟ اذا كنت بشتغل مثلا اول سيراميك وكان عندك الاندرنيث اللي هو الكور عباره عن شيء مثلا كاستد بوست مثلا، بتعرف ان لازم كمختبر ابني طبقات تعمل ماسك للاندرلاين كلر، بحكي له مثلا عباره عن ميتال بوست. طيب انا بتعامل مع بريدج، هل انا بدي البونتك يكون مثلا موديفاي ريج لاب، بدي يكون هايجينيك، بحدد شو هو هايجينيك. طب الكلوجن شو بدي اياه؟ ميديوم. الكلوز كونتاكت شو بدي اياها؟ بحدد انا اشياء بدي كولر بديش كولر. طيب التراست ستاتيفيكيشن انا بدي اياه ايش؟ هل بدي اياك مثلا تنتبه كثير مثلا التفاصيل هاي؟ طب هل بدي ترسوسه عاليه ولا اقل ولا بديش يهبص بالمره؟ يعني مثلا بتعمل سن واحد بس ادجيسنت مثلا اسنان مبنيه جسور قديمه وفيش اي شفافيه، ما بدي شفافيه بالمره، ببعتها المختبر. هون مثلا بدي اكتب معلومات، بكتب له بدي اياه مثلا. بالنهايه بعمل هون مثلا سند، كيف بدي ابعتها؟ متى بدي التاريخ اللي ابعت له اياها؟ بدي اطبعها مثلا، بديش ابعتها مثلا مباشره، شو بعطيني؟ انتوا معي؟ تمام يا دكتور. تمام معي. اوكي بختار التاريخ اللي بدي اياه، بعمل الطلب الموجود وكل شيء. طيب اوكي هون لو اجيكم شغله كثير حلوه، عملنا زي هيك، بدي اياكم بي دي اف، كتبت اسمها، اسم المريضه مثلا، سيف. هاي الملف، شايفين الملف معي مجاهد؟ شايفينه. هاي الملف اللي بيطلع المختبر، او عفوا يعني اذا مش حاب يكون سوفت وير عند المختبر، مختبر جديد، تبعت له هاي الملف بيشوفه كامل. يفضل طبعا يكون عنده سوفت وير، ممكن هذا الملف تحطه عندك بالدوكيومنت الدوكيومنتيشن للمريض وتحتفظ فيه.
طيب انا بدي اعمل شغله ثانيه، انا جتني عندي مريضه عملت لها بليتشنج، شايفين هنا في كبسه كومبير، شايفينها واضحه؟ اذا في مجال بس مجاهد استاذ مجاهد بس تتبع معي معك. شايفين كومبير؟ كبست انا مريضه بيفور ومريضه افتر، عملت عمل كومباريزن بينهم هاي السنين، كبست هاي شايفين كيف مثلا انا كنت قبل مثلا هذا اللون صرت بعد، حط هنا الوان بحكي لك انا كيف كنت قبل وكيف كنت بعد. هاي الصوره كثير مرضى بحبوها، ورجيم انا كيف كنت وكيف صرت، انت كنت A3 مثلا صرت A1، ممكن تعمل له ريبورت نفس الشيء، اعمل ريبورت في الموضوع اللي اشتغلته انا وابعته للمختبر. هاي هنا ريبورت، عفوا انا ابعته للمريض مثلا مريض AAA، اوكي نعمل له مريض بليتشنج نمبر 1 سيف. هيك طلعت عندي. تخيل المريض لما تعمل له بعد البليتشنج تبعث له هذا الريبورت بي دي اف على الواتساب، يحكي له انت كنت هيك كنت هيك، غير انك انت تثبت له انك اشتغلت. شوف النظره اللي بتطلعها المريض للشغل تبعك، اه والله انا كنت هيك اللون صرت هيك اللون. بنختصر فكره ان المرض سني يعني ما تبيضش وهكذا، وتعرف المشاكل ممكن تصير. طبعا السوفت وير شو ما اشتغلت فيه اكثر، شو ما شفت فيه اشياء اكثر، هذا البي دي اف. مين عنده سؤال؟ انا جاهز استاذ مجاهد. السوفت وير كل ما اشتغلت فيه بتلاقي فيه اشياء موجوده اكثر، يمكن صعب اشرح لكم بعض الاشياء على مثلا دلتا اي غير لما تكون اشتغلت. هاي از انتدكشن، اي سؤال مرحب فيه وانا جاهز. تفضل استاذ مجاهد. دكتور محمد في سؤال من السيد او الدكتور احمد عيد بيحكي صرت شايف حالتين فينيرز على ديسكلر تيث، كيف لما استخدمتهم وكيف ما تغير السمنت؟ عفوا السؤال، حالتين فينيرز انت عرضتهم، نعم اختلف اللون بعد التلزيق وشو لون الشيد؟ اوكي هلا بشكل عام الصاق الفينير لحاله هذا محاضره، بس نحكي لك اياه. بيهمني انا لما اجرب اللون مثلا عند الفينير، بالسنجل فينير بتختلف عن الفول ماوث فينير. السنجل فينير بعمل اللون يعني 100% نفس اللون اللي جنبه، لكن بهمني اوصل المريض توث ستامب يعني اللي هو الان دي كلر اللي هو السن بعد التحضير شو لونه، والمختبر ببني عليه. لما يبعث لي المختبر الفينير بجيب التوث بجيب الشيد اللي حابه الزق فيه مثلا اوبيك وايت ترانسلوسنت وذاوت كيور، بحطه تحت الفينير بحطه بجربه، اذا هو ظابط ظابط، مش ظابط بغير الشيد، بغير توش ثري شيد، ما ظبط بغير فينير كامله. واضح الفكره كيف يعني تراي اند ايرور فيها. في سؤال من دكتور محمد احمد ابراهيم بيحكي ليه دائما الشيد بتاع الانتيرير بتكون صعبه؟ لانه اللي الواحد بيشوفه اكثر، لانه احنا الداخلي صعب بس الداخلي احنا ما نهتم فيه. لو نهتم في الداخلي زي الخارجي يعني اتوقع انت لما يجيك مريض ابر سنترال حتطلع فيه اكيد حتفرق معك اللون، المختبر المريض شايفه. لو كنا تحط له سن ابر 7 مثلا داخل جوا لو اختلف اللون مش حيشوفه. اي شيء باين للمريض حيكون صعب، عشان اصعب شيء الامبلنت ان الاستك زون. ليش؟ لانه المريض شايفها. لو مريض قام سمايل بصير اصعب واصعب، فاي شيء المريض شايفه هو اصعب. تمام. طبعا في اعاده للي سال على اعاده هذه الحلقه، راح يكون في تسجيل موجود على موقع الشركه بطريقه او باخرى على اليوتيوب شانل. في يوتيوب شانل الشركه اسمها بوريا ريبليكر، ممكن يكون نازل خلال الايام القادمه. حيتكلم طبعا كمان شوي اللي هو الدكتور محمد صبري عن شركه بيك ميديكال وتمثيلها داخل مصر. الدكتور محمد صبري، في بعض الناس بتسال عن سعر الجهاز وكيفية الحصول عليه في السوق المصري. طبعاً في الأسواق العربية الأخرى في كل دولة في وكيل، أرجو التواصل مع الوكيل المحلي للجهاز في كل دولة. دكتور محمد معك.
اهلا وسهلا. الجهاز متوفر التسليم فوري في السوق المصري من خلال الشركه. احنا ممكن نحط على الشات دلوقتي ارقام تواصل الدكاتره يقدروا يكلمونا يشرفونا في الشركه، او لو حابين يطلبوا ديمو تتعمل لهم في العياده ياخدوا فكره اكتر عن الجهاز. في معرض ومؤتمر في السوق المصري الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يوم 24 و25 و26، هنبقى متواجدين في المعرض والجهاز هيبقى موجود أزا ديمو، وهيبقى برضو موجود إن شاء الله للبيع والتعاقد مع الدكاترة. سعر الجهاز بيتم تقسيطه على 10 شهور، بندفع مقدم 10,000 جنيه و4,000 جنيه في الشهر لمدة 10 شهور بإجمالي سعر 50,000 جنيه. لو في أي دكتور حابب يعرف معلومات أكتر تحت أمركم، وانا احط دلوقتي على الشات رقم تواصل، واحط برضو الويب سايت بتاع الشركه. انا شايف في سؤال. السؤال لحضرتك يا دكتور محمد اسم البرنامج. في سؤال من دكتور مرتضى عزيز، نقدر ناخذ شهاده للسنه المحضره دايو كيف؟ هلا في عندنا شغلتين، اذا بتشتغل ديجيتال جهاز دريل بريكر ممكن يعطيك الشيد مباشرة نفس طريقة أخذ الشيد للسن العادي، بعد ما تحضر تأخذ الشيد وتبعت اثنين للمختبر ممكن يعمل إيش كومباريزن بينهم، كتير حلو وكتير سهل للمختبر، وبالعكس بقدر يعرف أنا لأنه مرات أحضر السن مثلا بتعطيه لون A1، بس إذا كان الداي أو بعد التحضير كتير غامق لازم أستخدم أوبيك باودر، أو إذا أنت تستخدم تتعامل مانيوال في عندي شيد اندي شيد جاء خاص في الموضوع. أي سؤال تاني؟ اللي بيسأل عن الوكيل في الأردن هي شركة خوري، ممكن تواصل معهم، معروف الشركة. في بعض الأشخاص حيسألوا لايف، بليز اللي هو سيد محمود بداية. السلام عليكم. والسلام. الله يعطيك العافية دكتور محمد. أنا بعتذر لأن شوي تعبان ومريض، بس لأنه يعني ما بتندم من حضرتك. والله هو يا دكتور محمد شكله مش كورونا، بس سبحان الله أنا عندي برانكايتز كرونيك برانكايتز. ما في مشكلة. الله يا ربي يسلمك. بداية ألف شكر لك يا دكتور محمد، يعني أنا صراحة طالب دكتوراه سنة ثالثة حاليا. الدكتور محمد يعني اختصر علي كثير من المفاهيم والمصطلحات الصعبة، يعني هذا ما شاء الله عنه دلالة على مدى التمكن بالمادة العلمية يعني نظريا وعلميا، فما شاء الله عنك يا دكتور محمد. بعدين هنيئا لشركة بوريا فيك، يعني أنت خير من يمثل هاي الشركة. أنا السؤال لأنه في ناس بصراحة. السؤال الأول، هسا أنت حكيت إنه الـ 3D ماستر أفضل من الفيتا كلاسيك على مستوى الفيجوال. هسا إذا بدنا نقارن، لما بدي أنا أستخدم جهاز الريبليكر، مين أفضل أخذ قراءته مع الـ 3D ماستر ولا الفيتا كلاسيك؟ صديقي العزيز، الفيتا كلاسيك، مش الفكرة إنه الفيتا كلاسيك مش كويس والـ 3D ماستر مش كويس. الفيتا كلاسيك كويس إذا عرفت تعمل معه، والـ 3D ماستر عرفت كويس عرفت تعمل معه، لكن عشان تغطي جميع الألوان بدك تتعامل مع 3D ماستر. أنت كدكتور بدك تقارن بين الاثنين، أنا بنصحك تعامل يا 3D ماستر أو كلاسيك، نفس الشيء ما بتفرقش معك، لأنه عندك السن موجود وعندك الكلاسيك موجود وعندك الجهاز موجود، وانت بعينك شايف هل هم نفس الشيء ولا مش هم، اعطاك نفس الشيء ولا مش اعطاكش نفس الشيء. بس الكلاسيك. السؤال الثاني ممكن للاستاذ محمد صبري. تفضل يا فندم. الله يزيد فضلك. هسه انا حاليا بعمل دكتوراه بموسكو، والمشرف تبعي يعتبر يعني رقم واحد بموضوع الالوان، الدكتور محمد طبعا بيعرفه، اسمه بروفيسور أندريا كولافيتش. المشكلة هسه إنه روسيا بشكل عام اللي هي تعتبر سوق ضخم في طب الأسنان، مش عمالهم يعني كثير مقتنعين بهذا الجهاز، رغم أنا يعني من الدراسات اللي انعملت إنه أفضل من كثير من الكالميتر أو سبكتروميتر أو زي الإيزي شيد أو شو اسمه الثاني سبكترو شيد. فكيف يا أستاذ محمد ممكن بطريقة أو بأخرى مثلا يعني إنه تدخل سوق روسيا مثلا، لأنه صراحة بكون يعني إنجاز كبير، لأن هي بيشتغلوا على تقنيات عالية جداً.
اسمح لي دكتور محمد، أرجو التواصل مع الشركة بطريقة مباشرة مع نعم. شركة بوريا من خلال أي وكيل في روسيا، وهم راح يساعدوك إن شاء الله. هل في سؤال آخر فني دكتور محمود إذا سمحت؟ بارك الله فيك، الله يعطيك العافية، شكرا دكتور، يعطيك العافية. أنا باعتقادي ما عندي فكرة. هل في أسئلة أخرى؟ دكتور براء العاني تفضل. دكتور براء عامل ميوت عنده، عامل ميوت. طيب احنا ما عندي فكرة اذا في احد عنده اسئلة ثانية، او نشكر لكم جميعا حضوركم. عندي سؤال وصلني على الواتساب، عفوا على الماسنجر، على الماسنجر. دكتور بسأل اذا انا كيف بدي ابني الالوان، يعني كيف بطلع نفس النتيجة بطلع معك، هل هي انت بتطلعها من عندك ولا بطلع، يعني بسألني كيف طريقة عمل بناء اللون. صديقي العزيز هنا منقسم لشغلتين حكيتها في المحاضرة، انت as a technician or as a dentist. التكنيشن خبرته بتلعب دور. انا بدي اقسم السن، السن موجود عندي، بدي اشوف شو انا بدي ابني الطبقه الاولى وابني الطبقات الاخرى. هون حسب الباودر بتعمل فيها، حسب الباودر بتعمل فيها، وحسب انت شو شايف. يعني مثلا A2 اكثر من طريقه لبنائه، يعني انا كدكتور صعب احكي لك كيف تبنيه، لانه كل تكنيشن له طريقه، لكن بالنهايه كل الطرق تؤدي للروما. يعني انا كل الطرق بالاخير تعطيني A2، انا ايش شايف كيف ببني. عشان هيك مهم جدا تتعامل مع مختبر بفهم باللون، او انت اذا انت بتشتغل في عيادتك بتبني الالوان، على الاقل تاخذ خبره في الستينز، خبره يعني دوره في الستينز، دوره في بناء الالوان. لانه صعب انا كدكتور اشتريت اليوم جهاز السيريك مثلا او جهاز سيرون بغض النظر شو اسمه، دخلت اليوم عند العياده، بكره بدي ابني السن نفس اللي حاطتهم عندي. انا التكنيشن بتعامل معهم يعني ويل نون وخبره طويله، انا ما بعرف اطلع زيهم. يمكن لو انا بنيت ما طلع زي بنيتهم، فهاي مهمه جدا. انت حكيناها، بهمك استثمر في نفسك. سيد احمد عيد، دكتور احمد عيد تفضل. ميوت، ان ميوت. الو دكتور، يسعد مساكم جميعا. حياك دكتور احمد حبيبي حكيم. يعني انا بديش اهل وازهل فيك حبيبي، بس مشتاقين لك. سألت سؤال حكيم بالنسبة للجهاز، بزبط بيطلع الشيد صح معاي إذا كان نوع الكراون بيختلف، يعني إنه بين أنواع الكراونز نفسها، إنه هل هو زيركون، هل هو إيماكس، هل هو برضه بزبط إذا كان بورسلان فيوز تو ميتال ولا لا؟ يعني هل أكيد طبعا 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 مش بيختلف كجهاز، لا. هلا هون بيختلف كيف تبني اللون. مثلا أنا بدي أعطيك لون A2، يبني لي هذا السن A2. إذا أنا بتعامل كزيركونيا، بتعرف الزيركونيا أنا فيش عندي شيء أخفيه، يعني خلاص الثيكنس تبعته كله بيور أبيض من جوا ومن برا. لكن لما ده بعطيك سن ميتال، ابني لي هذا ميتال A2، أنا كدكتور لما أحضر السن لازم أعطي ثيكنس للميتال وثيكنس للبناية للمختبر. يعني ما بصير أحضر تحضير الزيركون نفس تحضير الميتال وأحكي للمختبر طلع لي نفس اللون. يعني مختبر لا تسمح لي، انا مش بقصد عن التحضير، انا هاي المعلومات بعرفها يعني، بس انا بقصد انه الجهاز نفسه ما في داعي انه يعني ما في على السوفت وير نفسه انه في شيء بيختلف بين انه لا لا لا. هو لا، على فكره اللون نفسه انا A2 بغض النظر شو اللي اعطاني A2، هو زيركون، هو فينير، هو ميتال، هو A2. اذا هي تعتمد على المختبر بس، خلص بالضبط. ثانك يو، شكرا. كان في سؤال موجود على الشات عن سعر الجهاز بالدولار من دكتور أمير عماد. دكتور، حسب الدولة اللي حضرتك موجود فيها، لو حضرتك موجود في مصر تقدر تتواصل معنا ونحول السعر من الجنيه المصري للدولار بسعر اليوم. لو حضرتك في دولة أخرى زي ما أستاذ مجاهد تفضل، هل تواصل مع الوكيل في الدولة اللي حضرتك موجود فيها؟ طيب خلاص الأسئلة كلها خلاص.
ما هي افضل عياده، ما هي افضل اضاءه في العياده بالنسبه للجهاز من الدكتور رامي فرين؟ وايت كلر، الاضاءه البيضاء. هون بدك تجيب في جهاز بتقيس فيه الريندرينج اندكس وتقيس الكلفن، اي ضوء في الدنيا اذا تعاملت مع ضوء، يعني تشتري ضوء معروف بكون مكتوب عليه كم كلفن، بعطيك شوفه بين 5000 و6000، يعني يفضل 5400 5500. وكمان بتشوف الريندرينج اندكس، الريندرينج اندكس كيف بقيسه؟ في جهاز لقياسه بعطيك، بدي اياه فوق 90%، لازم يتوفر عندي هذول الشغلتين لانه صعبه، يعني هذا هم لازم عشان اخفي الكونتراست والافكت اوف اليمينيشن. اتوقع ان شاء الله تكون وصلت. دكتور معلش ما عندي فكره اذا بتحب تضيف اي شيء دكتور محمد صبري، دكتور محمد ابو الحاج، وبشكر الجميع اللي حضروا للمحاضره الممتعه، واتمنى التواصل مع كم سؤال. تفضل. سؤال، هل يمكن اخذ القراءه والغرفه معتمه؟ الحلو في هذا الجهاز بهمنيش الضوء اللي برا، لان اوريدي في عندي التب الصغيره هاي اللي هي انت شوف شايفينها بالصوره، هاي التب اوكي تيجي على السن، اوريدي بتعزل اي شيء جانبي سواء ضوء عالي ضوء واطي ما بهمنيش، والضوء طالع منها مباشره بس تكبس هون بتطلع الاضاءه، ما بهمنيش شو في برا. الفكره انه تخفي يعني اي اثر الاضاءه في الغرفه ما يدخل فيها، بتهمنيش. في سؤال يبدو لي، what's the critical value for delta E؟ 5 شو فكرة الدلتا E؟ مثلا أنا حطيت هذا اللون، أعطاني الجهاز in general ولا بالنسبة لهذا الجهاز عشان أعرف أجاوبه. هلا in general دلتا E إذا كانت فوق 5%، يعني فوق رقم 5، معناته أنت كدكتور أو كأي إنسان بيقدر يميز في فرق في اللون. لكن إذا كان دلتا إي أقل من 5 فقط البروفيشنال ممكن يميزوا إنه في فرق. طيب شو تطبيقه على الجهاز عندي؟ أنا مثلا هذا الجهاز أعطاني هذا اللون A1 لكن دلتا إي مثلا 7 أو 8 أو 10، يعني هذا مش A1 بالضبط، هذا A1 بلس something. هذا البلس something شو هو؟ كيف بدي أعرفه؟ من شغلتين، إما إني بطلع على الصورة البوليرايزد اللي عندي، او اني بطلع على الصور الاوريدي ابلودد من الدكتور عندي، او اني بتصل في تليفون دكتور بس ممكن هل عندك هذا السن في ستينز في كراكس في شيء ثاني عشان بالضبط اعمل ماتش 100%. هاي فكره دلتا اي، يعني الجهاز كانه بغششك، اوكي هذا اي 1 بس دير بالك انتبه بزياده. الإضاءة اللي كنا نتكلم عليها من شوي، هل نتكلم عن إضاءة الكرسي أم إضاءة العيادة دكتور؟ إضاءة الكرسي، ويفضل العيادة. هل أنا بدهمني الضوء اللي جاء على المريض؟ ممكن في يونتس ترى ممكن تنباع، يعني ضوء جانبي ينباع تحطه لما تأخذ اللون، ما عندك مشكلة. ممكن عفوا إذا الدنيا جو الشمس كويس مثلا تحطه عند الشباك تشوف السن. طب إذا بتشوف اللي بيهمني أنا محصلة الضوء كامل تكون ريندرين إندكس تبعها فوق 90% وحرارتها فوق 5000 6000، ضوء الكرسي ضوء العيادة الضوء الجاي على السن بغض النظر من وين جاي. هل يمكن أخذ القراءة والغرفة معتمة؟ أخذ قراءة من خلال ري بليكر بسير لأنه بتهمنيش، لكن أخذ قراءة على كلاسيك والثري دي ماستر مستحيل طبعا، خطأ بتكون بعطيك لون غلط. طيب الدكتور محمد النابلسي بيسأل مرة تانية، هل يعني if we want to know there is difference between A and B objects، أنا بتوقع الـ comparison before and after، إيش الدلتا E الـ acceptable بين before and after؟ لا إلك يا دكتور محمد أقل من 5 as expert، أقل من 5 إنسان طبيعي ممكن أقل من 5 عشان تكون acceptable، 5-6 maximum حتى أقدر أحكي إنه هذول فيش بينهم فرق، غير هيك حسيت تميزهم في فرق. أنا بتوقع انتهت الأسئلة، هل في ممكن أسئلة إضافية؟
طيب بحب أشكر الجميع اللي حضروا، بحب أشكر شركة بيك ميديكال اللي أتاحت الفرصة بإعداد هذه المحاضرة، ومحاضرة ممتعة جميلة جدا من الدكتور محمد أبو الحاج، شكرا جزيلا. حياكم الله، شكرا جزيلا، إن شاء الله أكون وصلنا المسج. شكرا جزيلا لإلك. شكرا لك دكتور. موجودين لبيك ميديكال على الشات اللي بحب يأخذها، راح يعني حتى تم التواصل مع الشركة، فإحنا we will guide the customers to Peak Medical. دكتور محمد صبري is pleased إنه يتواصل مع أي حدا سائل عن ديمو أو سائل عن سعر الجهاز أو أي further information ممكن يحتاجها بالنسبة للسوق المصري. بالنسبة للأسواق الأخرى طبعاً لكل بلد فيه لها وكيل مختلف، أرجو التواصل مع الوكيل في البلد الموجود. وشكرا جزيلا للجميع. دكتور محمد بتحب تحكي كلمه اخيره؟ تفضل. اخر كلمه بحكيها، حاب احكيها، الجهاز هذا جهاز بيساعد على اخذ اللون، بيساعد على التواصل مع المختبر، لكن مهم جدا ان انا كدكتور كتكنيشن اعرف كيف اتعامل معه. يعني هو مش جهاز سحري انه حيعطيك اللون نفسه 100%، هو جهاز اذا انت عرفت تستخدمه حيسهل حياتك، حيعطيك نتائج كثير حلوه، زيه زي اي جهاز في الدنيا. بهمك انت كدكتور تعرف كيف تتعامل معه. السياره كويسه بستفيد منها، لكن ما بعرفش اسوق، ما بعرف فيش داعي لها. نفس الشيء وبسيط جدا، وممكن المساعد يتعامل معه. يعني انا المساعد عندي في العياده ممكن ياخذ في الصوره، مش شيء صعب. دكتور محمد صبري، يا كلمه اخيره. بشكر الجميع على الحضور، وبشكر شكر خاص دكتور محمد على وقته الثمين والمحاضرة الطيبة، أفادتنا كلنا، أفادتني أنا شخصيا يعني. وألف شكر لك أستاذ مجاهد وللشركة على المجهود المبذول في التنظيم، والدكاترة المصريين اللي موجودين اللي يحبوا يعني يشرفونا، أهلا وسهلا بيهم في التواصل في أي وقت إن شاء الله. شكرا جزيلا للجميع، يا معنى الله، نراكم على خير إن شاء الله. المرة الجاية بنزوركم في مصر دكتور محمد. هذا أهلا وسهلا، شرف فينا، ننتظر حضرتك إن شاء الله بالتوفيق، يا معنى الله. شكرا.